في المواقع المحلية، ميليشيا الحوثي تقتحم منزل قائد أول جيش في الجنوب. وفي المواقع الألمانية، منظمة حقوقية تدق ناقوس الخطر عقب اختطاف الفتيات في اليمن. وفي الصحافة البريطانية، تتساءل ما مصير القط لاري بعد فوز رئيس حكومة جديد لا يحب القطط. قال موقع عدن الغد إن ميليشيا الحوثي بدأت الاعتداء على منازل أبناء المحافظات الجنوبية والسكن فيها. ميليشيا الحوثي تقتحم منزل قائد أول جيش في الجنوب. وقال الموقع إن ميليشيا الحوثي الانقلابية اعتدت على منزل العقيد حسين عشال الكائن بالعاصمة صنعاء، وقامت بالحجز على المنزل قضائيا دون وجه حق بعدما قامت باقتحامه. وتتخذ الميليشيا الانقلابية سياسة مصادرة الممتلكات في سياق الانتقام السياسي، ويعتبر عشال القائد الأول للجيش الجنوبي عقب فترة التحرير في ستينيات القرن الماضي، كما يعتبر الراحل حسين عشال من الشخصيات الوطنية التي كان لها دور بارز في مراحل النضال الوطني منذ فجر الثورة وحتى الاستقلال. يجد مهربو الآثار فرصتهم الذهبية لتهريب التاريخ اليمني إلى الخارج، ومن ثم قبض الثمن بالدولارات التي لا تساوي قيمة التاريخ لكل قطعة مهربة. لكن هذه المرة استطاعت نقطة عسكرية تابعة للواء الرابع حزم في لحج من ضبط شحنة خناجر وسيوف تراثية مهربة في مديرية طور الباحة شمالية لحج. وقال مصدر في اللواء الرابع حزم إن قوات اللواء ضبطت سيارة نوع باص تحمل شحنة تتكون من 60 خنجرا وسيفا تراثيا في النقطة التابعة للواء بمنطقة البيضاء بمديرية طور الباحة. وقال قائد النقطة معتز الصبيحي إن الشحنة كانت مخفية داخل الملابس في محاولة لتهريبها إلى مناطق سيطرة الحوثي، وهي منهوبة من المتحف الوطني في عدن. أوشكت عاصفة الحزم تطوي سنتها الخامسة، وهي عاصفة بالفعل، ولكنها عاصفة هوجاء لم تحزم ولم تحسم، وفقا للمقال الذي كتبه حسن العديني ونشر في موقع المشاهد نت. كانت عاصفة الحزم زلزالا خلف وراءه دمارا ورمادا وجثثا ملأت البراري، وأشلاء تطايرت في السماء، ودماء سالت، ودموع انسكبت. بعد السنة الخامسة سوف تهدأ العاصفة كما يبشر المبعوث المحترم ومسؤولون في الدوائر الغربية، وكما يفهم من تصريحات مسؤولين سعوديين لانت لهجتهم مع الحوثي ومالت إلى الخشونة تعاملاتهم مع المسؤولين في الحكومة اليمنية. كان الهدف المعلن من الحرب هزيمة الحوثيين واستعادة الدولة تحت قيادة الرئيس المنتخب عبد الرب منصور هادي. وهناك بالطبع أهداف أخرى للتحالف، لأن الدول لا تتطوع وتبذل الدماء والأموال كرمال العيون والخواطر، وإنما لماذا كان هذا الفشل الذريع؟ أول الأشياء عدم وجود قيادة موحدة للحرب. إن القيادة المنقسمة من أهم أسباب كبريات الهزائم في التاريخ، ولقد تلقت 5 إمبراطوريات الروسية والنمساوية والعثمانية والفرنسية والبريطانية هزيمة ساحقة على يد فريدريك العظيم، وحقق نابليون بونابرت نصرا باهرا على امبراطور النمسا وقيصر روسيا في ساعات قليلة وبجيش لا يبلغ نصف جيشهما. صحيح أنها عبقرية بونابرت وعقله الذهبي، ولكن أيضا وحدة القيادة. وفي الحرب الثانية وضع الحلفاء على رأس جيوشهم قائدا واحدا هو داويد إيزنهاور، ولم يكن هذا شأن المحور. أما جوزيف ستالين فقد أسقط أهم المبادئ اللينينية وقال لرفاقه في الحرب إن هناك قائدا واحدا. كان ذلك بعد أن مزق هتلر المعاهدة بينهما واجتاحت جيوشه أراضي شاسعة في الاتحاد السوفيتي. في العاصفة توزعت القيادة بين الداخل والخارج وبين الواقفين على رؤوس السلالم، بل إن تعدد السلالم شوه الصورة وكسر محتواها، فقد ظهرت وحدات محترفة وأخرى شكلت على عجل ببنية غير منضبطة وملمح ميليشياوي. قد أزيد أن القيادة السعودية خططت للحرب وهي ترى الأهداف من غير أن تتأكد من الوسائل، وأوثق اليقين أنهم راهنوا على جيوش التحالف الذي أسسوه، خصوصا الجيش الباكستاني الذي حرمهم منه اعتراض برلماني صارم. وكانت ضخامة العتاد العسكري من عوامل الافتتان والثقة بالنفس إلى أن حلت الصدمة ونجح عدوهم في أن ينتف ريش الطاووس. إن الخطة فيما تبين بنيت على احتمالات وتمنيات وليس على معطيات واقعية،
ومن ثم فإن استراتيجية الحرب كانت ضربا من الخيال الساذج والطائش. الشعب اليمني هو الخاسر الأكبر، فإن نذر التقسيم مرئية في الأفق، وأهوال ما بعد العاصفة تخفي وراء الغيوم مقادير ومصائر مرعبة. أقول أيضا إن السعودية وقعت من شاهق، وتبين أنها نمر من ورق على حد التعبير الأثير لماو تسي تونغ. لقد فشلنا في أن نجتاز معها النهر. قتلنا البرد، بهاتين الكلمتين لخصت أم مريم مأساتها للمشاهد نت والممتدة منذ 3 سنوات ونيف، بعد فرارها من أطون الحرب المشتعلة على مقربة من منزلها بمدينة الحديدة مع أطفالها وبعض أقاربها إلى ذمار. تفتح أم مريم باب خيمتها المهترئة لتروي لمراسل المشاهد معاناتها منذ لحظة نزوحها إلى ذمار، قائلة: لا فراش ولا أثاث غير بطانية ممزقة هي كل ما تمتلك لمواجهة البرد مع أطفالها 4. لدى وصولها إلى مدينة ذمار تم تقديم خيام لها وللنازحين الآخرين من مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وبعض الفرش والبطانيات، لكن مع مرور الوقت تمزقت هذه الخيام وانتهت تلك البطانيات. ومنذ ذلك الحين لم تحظى أم مريم بأي مساعدة أخرى من المنظمات الإنسانية العاملة في اليمن كما تقول، مضيفة أنها المساعدة الوحيدة التي تلقتها من منظمة دولية. بجانب خيمة أم مريم هناك أيضا عدد من خيام النازحين في منطقة الغربية لمدينة ذمار، منهم عبد الله وهو رب أسرة مكونة من 7 أطفال ووالدتهم. نزح عبد الله من الحديدة مع 12 أسرة لتعيش في هذا المكان، لكن المؤسف كما يقول عبد الله إنهم لم يحصلوا على أي مساعدة من المنظمات منذ عدة أشهر باستثناء بعض المساعدات أو مساعدات فاعلي الخير والجيران. عدن المنكوبة، تحت هذا العنوان كتب ياسين مكاوي مستشار الرئيس هادي ما قاله المنشور في موقع عدن الغد. عدن مربط الفرس إن تم تجاوز الصعاب بوضع اليد أولاً على مكامن الخلل والشروع في تشخيص الحالة ووضع المعالجات الكثيرة بتصويب تلك الاختلالات التي تراكمت عبر عقود من الزمن وأحدثت تغييرات ديمغرافية وأمنية وعسكرية كادت أن تقوض معنى الوطنية وتختزلها في القروية والمناطقية والقبلية. فخلال عقود ماضية تم تكريس الجهل الأمني والعسكري بمناطق بعينها، عظم هذا الأمر ما بعد التحرير في 2015، بالرغم أنه ليس لذلك علاقة بالتحرير ذاته، حيث كان للتحرير رجاله الذين لم يكن في عقولهم الفيد والبسط والنهب والاستيلاء على مرافق الدولة وتنصيب أنفسهم ولاة، فهم الشهداء والجرحى والمهجرون قسراً. إن عملية التصحيح والتصويب للاختلالات تقوم على عدد من الخطوات، تبدأ بسحب السلاح الثقيل وخروج المعسكرات، يليها المجيء بمدير أمن من أبنائها يعمل على إعادة تشكيل قوى أمنية في عدن من أبنائها أيضا المنتمين لها المرتبطين بها أرضا وثقافة وولاء كإحدى أدوات الدولة والسلطة. وهذه الحقيقة قد تثير من تفيدوا واغتصبوا هذه المكانة وأسهموا بكل ما يجري من عبث، لكن هي الحقيقة إن أردنا المعالجة بصدق، فعدن أنموذج إذا صلحت صلح الجنوب والشمال معا، وإن بقيت تعيش الفوضى واستمر العبث كمنهاج تتماهى معه بعض الأطراف نظرا لقصر نظر أو عدم إدراك أو لعصبية ما أو تعال، فلن يستقيما الأمر. حذرت منظمة حقوقية يمنية من تصاعد حالات الاختطاف القسري بحق عشرات الفتيات والطالبات في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن. وقد تابعت عدد من المواقع الإخبارية الدولية هذه القضية، وعنون موقع الدي دبليو الألماني: منظمة حقوقية تدق ناقوس الخطر بشأن اختطاف الفتيات والطالبات في اليمن. قالت منظمة حقوقية يمنية في 15 من ديسمبر 2019 إنها رصدت أكثر من 35 حالة اختطاف لفتيات وطالبات في العاصمة صنعاء الواقعة تحت سيطرة جماعة أنصار الله الحوثية،
وقالت منظمة رايتس رادار لحقوق الإنسان إن ظاهرة اختطاف الفتيات والطالبات والنساء في العاصمة اليمنية صنعاء وفي المناطق التي تقع تحت سيطرة جماعة الحوثي تصاعدت بصورة غير مسبوقة. وأضافت المنظمة وفقا لشهود عيان أنه تم اختطاف أكثر من 35 فتاة وطالبة من أماكن الدراسة ومن شوارع في العاصمة صنعاء خلال الفترة القصيرة الماضية. ولفت البيان إلى أن البعض تم اختطافهن للضغط على أسرهن، والبعض ربما لبلاغات كاذبة وكيدية، فيما تم اختطاف أخريات لحسابات أخرى لم تعرف بعد. وأورد البيان واحدة من عمليات الاختطاف للنساء التي قامت بها جماعة الحوثي، حيث داهمت معهدا للغات في منطقة حدا وسط صنعاء في ديسمبر الجاري، وقامت باختطاف نساء يعملن في المعهد بتهم ملفقة. تتساءل صحيفة لوموند الفرنسية عن استمرار أو عن أن استمرارية النظام المتحجر الذي يشل الجزائر هل هو صدفة؟ وتقول في التفاصيل: في 10 نوفمبر، بعد يوم من الإعلان الرسمي عن المرشحين 5 للانتخابات الرئاسية في 12 ديسمبر في الجزائر، صحيفة المجاهد اليومية التابعة للنظام اختارت تسليط الضوء على صورة واحدة من بين المتنافسين 5، رغم أن جميعهم تعترف بهم الحكومة. صورة عبد المجيد تبون من 74 سنة، وفي 12 ديسمبر تم انتخابه. تضيف الصحيفة الفرنسية: حصل تبون على 58.15% من الأصوات، إلا أنه لم يعد فوزا باهظا للغاية لخلفه عبد العزيز بوتفليقة الذي كان رئيسا للوزراء قبل سقوطه المخزي. لم يخدع هذا الفوز أحدا. المتظاهرون غزوا شوارع الجزائر بمجرد إعلان النتائج للتظاهر ضد هذا الرئيس الجديد حتى أكثر من المعتاد، وتم اعتقال مئات من الأشخاص. حركة الحراك الشعبية الاحتجاجية التي استمرت منذ 10 أشهر لا تريد هذه النتيجة، فالجزائريون الذين يجدون أنفسهم كل يوم جمعة في الشوارع بثبات غير عادي للمطالبة بانفتاح سياسي حقيقي بعد تحقيقهم لمطلبهم برحيل السيد بوتفليقة، لا يمكنهم قبول هذه النتيجة. الندم وفضائله، تحت هذا العنوان كتبت بسمة النسور مقالها في صحيفة العربي الجديد. نفتقر عموما إلى مواجهة الذات بتجرد والإقرار بنقاط ضعفها، ونتميز بالترفع الأرعن عن فرصة الندم والتدارك التي يبيحها الزمن للخطائين منا. تقتضي مثل هذه السلوكيات الإيجابية توفير مقدار من النزاهة والتواضع والصدق والرغبة في المكاشفة، عندها فقط قد نصل إلى نقطة الرضا عن الذات ونتخلص من مظاهر الحمق من العناد والكبر والتعنت الذي ينفر الآخرين ويصل بنا إلى الفشل الذريع في علاقاتنا الإنسانية وإلى العزلة. لن يحدث ذلك إلا إذا سلكنا بشجاعة درب الندم من دون خجل أو مكابرة، انطلاقا من حقيقة بسيطة أن الإنسان بطبعه هش وضعيف، وهو معرض لمغريات وتضليل وظروف حياة قد لا يتوفر فيها الحب والاعتناء، فيواجه الدنيا مجردا من القدرة على التمييز والتقدير الكافي للذات. ومن المتوقع والحال هذه أن يسيء إلى نفسه من خلال اختيارات خاطئة يتخذها في حياته، مثل الارتباط العاطفي بشريك غير مناسب أو اتخاذ قرارات غير ملائمة متعلقة بالدراسة والعمل، قرارات مصيرية تحدد مسار حياته التي ستتحول مع مرور الأيام إلى جحيم لن ينجو من لظاه ما لم يمتلك الإرادة كي يقلب الطاولة ويعمل على إعادة صياغة حياته بما يتوافق مع تطلعاته، حين يقتنع بأن كل شيء قابل للتصويب وأن الأوان لم يفت بعد، وأن بعض الندم على ما فات هو الفضيلة بحد عينها. صحيفة الغارديان نشرت تقريرا عن محاكمة زعيمة ميانمار المتهمة بمساندة الجيش الذي ارتكب مجازر ضد المسلمين هناك. كنت غاضبا جدا من أكاذيب أونغ سان سوتشي في المحكمة وأردت أن أهجم عليها. وقد تمكن الكاتب من الحديث عن 3 من ضحايا العنف من الروهينجا الذين سافروا إلى لاهاي لمشاهدة سوتشي الفائزة بجائزة نوبل للسلام، وهي ترفض جميع التهم والفضائع الموجهة لجيشها أو لجيش بلدها ميانمار. ويقول الكاتب: إن 3 من ضحايا العنف العرقي في ميانمار جلسوا خلف سوتشي عندما نهضت الأسبوع الماضي للتنديد بجميع تهم الإبادة الجماعية التي تتهم محكمة العدل الدولية بلادها بارتكابها ضد أقلية الروهينجا المسلمة.
وسافر كل من يوسف علي وحميدة خاتون وحسينة بيجوم من مخيم في بنغلاديش للحضور مع الوفد القانوني الذي يحضر جلسة طارئة في محكمة العدل الدولية في لاهاي بهولندا. ويشير الكاتب إلى أن المحكمة لم تسمح إلا للمحامين بمخاطبة القضاة 17 خلال الجلسة التي استمرت 3 أيام. وكان على مسلمي الروهينجا المنفيين الجلوس في صمت كبح مشاعرهم. الضحايا 3 لم يكن بإمكانهم الكشف عن مدى خيبة أملهم أمام المحكمة، لكن إحدى الضحايا قالت خارج المحكمة إنها فكرت بالاعتداء جسديا على سوتشي في المحكمة، والأخرى قالت إنها كانت تريد أن تلتهم زعيمة ميانمار. اختراع كريستوفر كولومبوس وتصنيع الشخصية الأمريكية تحت هذا العنوان، كتب إدوارد بورميلا مقاله الذي أعادت نشره صحيفة الغد. كانت الثورة الأمريكية هي التي خلقت كولومبوس، ولم يكن قبل أواخر القرن 18 أكثر من مجرد حاشية في هامش التاريخ، وليس له أي علاقة بالمستعمرات 13 الأولى. وقد أبحر كولومبوس الإيطالي تحت العلم الإسباني ولم يهبط في أي جزء من الولايات المتحدة الحديثة، ومع ذلك عندما نشأت الحاجة إلى تطوير تاريخ وطني لا تكون له أي صلة بملحوظة بريطانيا خلال الثورة، تبناه الأمريكيون الأوائل. وسرعان ما ظهرت كلمات كولومبيا وكولومبوس في الأغاني والقصائد والمقالات في الصحف في كافة أنحاء المستعمرات، فقد تحول كولومبوس فيها من شخصية ثانوية بسيطة في تاريخ الاستكشاف الأوروبي إلى بطل أمريكي بين عشية وضحاها تقريباً. اكتسح هوس كولومبوس الأمة بداية من الحرب لأنه أصبح رمزاً لفكرة أسلك طريقك وحدك بالنسبة للشعب الأمريكي. كانت نقطة التحول الرئيسية الثانية في إدخال كولومبوس في نسيج الهوية الأمريكية هي قيام مجلة واشنطن إيرفينغ في عام 1828 بنشر كتاب حياتي ورحلات كريستوف كولومبوس، وفي جميع أنحاء الكتاب كان كولومبوس باسلاً مقداماً تواقاً إلى التخلص من أوروبا القديمة. في نهاية المطاف فعل الزمن فعله في هذا الكولومبوس البطل ونحته، لكن الصورة بدأت تتقاسم الحيز مع اعتراف متزايد واعتراف الأمريكيين ببطء بأن كلمة اكتشاف هي وصف سيء لعمل رجل هبط على سواحل جزيرة يقطنها أشخاص آخرون مسبقا. لكن صدى كولومبوس الحقيقي وليس الأسطورة الذي جرى تخليقه يجب أن يتردد في أمريكا المعاصرة. لقد انطلق كولومبوس في رحلته ليعثر على آسيا، وهبط في منطقة الكاريبي، وأصر حتى وفاته في مواجهة أدلة دامغة على أنها كانت آسيا حقاً. وبدلاً من الاحتفال بما أنجزه فعلاً والاعتراف بأن الحظ كانت له يد في نجاحه أو إدراك الفضائع والأهوال التي تسبب فيها، دافع عن نفسه بطريقة لا يخالطها اعتذار أو ندم، وألقى باللوم عن أي إشارة إلى الفشل أو عدم الكفاءة على الآخرين. عقب الفوز الكبير الذي حققه بوريس جونسون وتوليه رئاسة الحكومة في المملكة المتحدة، اهتمت الصحافة البريطانية بقط شهير يسكن مقر إقامة وعمل رئيس الحكومة البريطانية، خاصة وأنه حاضر مع أحد كلابه. وتساءل موقع البي بي سي ما مصير القط لاري بعد وصول جونسون مع كلبه، والمعروف أن مقر الحكومة البريطانية ليس قصراً بل مجرد مبنى لا يلفت النظر، يحمل الرقم 10 في داونينغ ستريت، ويعتبر مقر رئيس الحكومة البريطانية في قلب لندن ركناً أساسياً ومعلماً مهماً. تضيف بي بي سي شهدت غرف وردهات هذا المنزل العادي من الخارج وبابه الأسود الذي يحمل الرقم 10 العديد من الأحداث والقرارات السياسية التي لعبت دوراً محورياً في تاريخ العالم. ربما يتساءل البعض كيف يتم فتح الباب في الوقت المناسب تماما للوزراء والضيوف والسفراء الذين يزورون مقر رئيس الحكومة. إن الأمر ليس مجرد صدفة، بل هناك شخص يراقب الباب على مدار الساعة، وهو الذي يتولى فتحه في الوقت المناسب، والباب يفتح من الداخل فقط ولا مفتاح له. وبالإضافة إلى الوزراء يفتح الباب من الداخل أمام القط لاري، ووجود القط الذي يحمل لقبا رسميا صائد الفئران في مقر الحكومة يعود لعقود عديدة. فقد كان القط ميونخ يقيم في المبنى خلال حكم ونستون تشرشل، ومن بعده القط الحالي لاري الذي انتقل إلى المقر عام 2011. لكن يبدو أن رفاهية العيش في أهم مبنى في بريطانيا قد أنسته مهمته الأساسية، أي مطاردة الفئران، وبدلا من ذلك يمضي أغلب وقته في النوم أو خاض معارك مع أو ضد جاره القط المقيم في مسكن وزير الخزانة.
من صحيفة واشنطن بوست، مجموعة صور متنوعة من مختلف أنحاء العالم نتابعها معكم في جولتنا المصورة لهذا اليوم. بخطوط بسيطة يمتلك فن الكاريكاتير قدرة ساحرة على السخرية وممارسة النقد ببلاغة عالية، بل يمكن القول إنه البلاغة إلى أقصاها، رسالة من الفنان إلى المشاهد في سياق مشترك قائم على بنية الواقع الذي يعيشانه معا. نتابع. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية الحلقة من هذا اليوم من كشك الصحافة. نشكركم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة. إلى اللقاء.